أهالي خان شيخون الآن في الوقفة بعد مضي شهر على مجزرة الكيماوي، هذه المجزرة الحزينة التي تناساها العالم وتجاهلها. نحن الآن نجدد عهد الثورة بوقوفنا في ساحة الشهداء لكي لا ننسى دم الشهداء. نحن مستمرون في ثورتنا ونوجه رسالة إلى أهلنا في الغوطة، ندعو لهم ونتمنى لهم عدم الفرقة والاقتتال، ولن نكون مع أي فصيل يحاول أن يسير وفق أجندات ويرجع بثورتنا إلى الخلف. نحن مع كل فصيل يدعو إلى التوحد ويسعى في تقدم ثورتنا المباركة وتحقيق الحرية لهذا الشعب العظيم الذي صمد 7 سنوات من عمر الثورة في وجه دول العالم أجمع، وجه كل الدول العربية التي لم تحاول أن تقف ولو مجرد تنديد أو بكلمة مع الشعب السوري. نشكر كل من ساهم في هذه الوقفة في ساحة الشهداء في مدينة خان شيخون في ذكرى مجزرة الكيماوي بعد مضي شهر من تاريخها.